الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل درس البخاري المعتاد جالنا سؤال هنجاوبه بسرعة وبعدين ندخل في درسنا المعتاد. بيقول: كلمة الشريعة ما المقصود بها؟ كيف نحبب الناس فيها بعدما ساهم البعض في كرهها؟ الشريعة جاية من الشرعة، والشرع والشراع هو الطريق الموصل إلى الماء لغة، والماء هو سبب الحياة، ثم صار لها معنى آخر اصطلاحي وهو ما يوصل إلى حياة الآخرة، فهي أحكام جاءت لتنظيم حياة البشر على لسان نبي معصوم. دي الشريعة، أحكام جاءت على لسان نبي معصوم لتنظيم حياة البشر ولبيان علاقتهم بربهم وبنفسهم وببعضهم البعض. هي دي الشريعة. وطالما هي مجموعة من الأحكام فهي وأنها من الله، فلا بد أن نؤمن بالنبوات ونؤمن بالوحي حتى نؤمن بالشرائع. والله سبحانه وتعالى جعل لكل نبي شرعة ومنهاجا. فما هو حكم الله؟ طالما هي مجموعة من الأحكام فالأحكام جمع حكم. حكم الله هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. ده تعريف الأصوليين للحكم. كل طلبة الأزهر حافظين الحكم ده، تعريفه خطاب الله. وخطاب الله جاء للمسلمين باللغة العربية في صورة قرآن كريم وسنة نبوية مطهرة، ألفاظ نبوية شريفة. يبقى الحكم هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. خرجنا الألوهيات المتعلقة بالله دي في العقائد، وخرجنا النبوات وما يتعلق بها لأنها في العقائد، وخرجنا ما لا ينبني عليه عمل وفعل المكلف من السمعيات أيضا تجدها في العقائد، كحساب كسؤال القبر والميزان ويوم القيامة والجنة والنار والصراط والملائكة والجن. كل دي ليست داخلة في الشريعة لأن الشريعة متعلقة بالأحكام، لكن الأشياء الأخرى متعلقة بالعقائد، فهي خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاء، يعني الطلب، والطلب قد يكون جازما فيكون واجبا، وقد يكون غير جازم فيكون مستحب، وقد يكون طلب جازما للترك فيكون حراما، وقد يكون طلب غير جازم للترك فيكون مكروها. فتشمل الأحكام، كلمة على سبيل الاقتضاء تشمل أربعة أحكام: الحرام والواجب والمكروه والمستحب، والتخيير تشمل الإباحة أو الوضع. يبقى على سبيل الاقتضاء أو التخيير أو الوضع. الوضع عشان تجيب لك الأحكام المتعلقة بشروط العبادات، زي مثلا دخول وقت الصلاة متعلق بحركة الشمس، إذا غربت الشمس دخل المغرب، إذا غاب الشفق دخل العشاء، إذا ظهر الفجر الصادق دخل الفجر، إذا كان ظل الشيء مثله، إذا ظل الزوال يبقى دخل وقت العصر، إذا انتقل ظل الزوال إلى جهة الشرق في وقت الزوال فدخل وقت الظهر. دي أمور متعلقة بالوضع. يبقى دي الأحكام. طريقة إنزال الأحكام على الواقع ده اسمه الفقه، لأن الأحكام لا يختلف فيها اثنان، لكن يحدث الخلاف بين المسلمين عند إنزالها على الواقع، فينبني بقى الخلاف الفقهي، وينبني
المذاهب المختلفة، قد يكون إدراك هذا الفقيه للواقع أكثر من إدراك الآخر، فيكون هذا له حكم بقدر إدراكه للواقع، وتكييف الواقع، والآخر له حكم بقدر، يبقى الفقه هو فهم الأحكام الشرعية عند إنزالها على الواقع المتغير. واضح؟ قد يفهمها فقيه بطريقة، يفهمها فقيه آخر بطريقة، نسميها مذاهب. كويس؟ وبالتالي علشان الناس تحب الشريعة لازم تتعلم، لأن الإنسان عدو ما يكره. الإنسان الذي لم يدرس أحكام الله ولا يحفظ القرآن ولا يعرف ثبوت السنة لم يذق أصلا حلاوة الإيمان، فضلا عن أنه يعرف الأحكام. فتجد كثير من المسلمين تربوا على ثقافات بعيدة عن القرآن وبعيدة عن السنة، وانبنى له في ذهنه فكر معين عن الدين وهو الخلاف فقط، ولم ينظر إلى سبب الخلاف وما هو منزع الخلاف وما هي الحكمة في الخلاف، لم ينظر لذلك، فاعتقد أن الخلاف سبب لتنفير الناس من الشريعة، واعتقد أن الخلاف يدل على أنها غير مستقرة وغير قابلة للتطبيق. هذا بسبب سوء فهمه وعدم حفظه لكتاب الله، وعدم اطلاع على سنة رسول الله، وعدم فهمه للغة العربية التي تقبل معاني كثيرة من الحقيقة والمجاز والاشتراك وغير ذلك مما نص عليه الفقهاء. وبالتالي كي نحبب الناس فيها لابد أن نحفظ الناس القرآن، نقرأ على الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى شكل احنا ده اللي بنعمله، بنشرح الكتب الستة أقوال النبي فيها، ومن خلال أقوال النبي نبدأ نستنتج منها ونستنبط منها الأحكام التي قد تتغير هذه الأحكام في صور تطبيقها على حسب الواقع. فالأحكام من جهة الله ثابتة، ومن جهة المكلف تتغير، لأن الله دائم لا يتغير، فإذا نظرت إليها من جهة الله تجدها ثابتة، وإذا نظرت إليها من جهة المكلف، المكلف يتغير أحوال، فتتغير الأحكام بتغير أحوال المكلف مع وجودها ثابتة عند الله. فالذين لم ينظروا لهذه المسألة نظروا إلى التغير فقط طعنوا في الشريعة، والذين نظروا إلى جهة الله قالوا أن الأحكام مطلقة والحياة نسبية، فالمطلق لا يجوز أن يحكم النسبي. واضح؟ عشان كده بيقولوا المفكرين الكلام، يقول لك الأحكام دي أمور مطلقة وحياتنا حياة نسبية متغيرة، فإزاي أنا أحكم المطلق في النسبي؟ فاختلط عليهم الأمر، هذا يتكلم من جهة وده يتكلم من جهة، وبقى أصبح حوار الطرشان والجهلة. فلا بد من إعادة الوعي الإسلامي مرة أخرى في وسط المسلمين، والدعوة للإسلام في وسط المسلمين قبل أن تكون في غير المسلمين، لأن المسلمين الآن أصبحوا يصدون عن دين الله بسلوكهم وبعدم فهمهم لدينهم، فلم يصبحوا عنوان جيد لهذا الدين. وعلشان كده وجب تحفيظ الأطفال القرآن والكبار القرآن، وأن يأتوا الناس يأخذوا العلم من العلماء وليس من الكتاب. لابد أن يجلس عند العلماء، كما أن أي علم في الدنيا لابد أن تذهب إلى علمائه. إذا أردت أن تتعلم الطب لابد أن تذهب مع الكتاب إلى الأطباء تتعلم منهم، لكن لو أخذت الكتاب فقط وحفظته دون أن تحتك بالأطباء لا تستطيع أن تكون طبيبا. وإذا أخذت كتاب الحقوق والقوانين وحفظتها دون أن تتعرض وتعمل مع القضاء ومع المحامين المحنكين لا تستطيع أن تكون قاضيا ولا تستطيع أن تكون محاميا حتى ولو حفظت. فالكتاب ليس هو وسيلة العلم، ولكن وسيلة العلم هي التلقي من العلماء، والكتاب ييسر هذه الوسيلة فقط ويضمن لك عدم النسيان وضبط المعلومة، ولكن لا يوصل لك المعلومة. فلا بد أن يؤخذ العلم مرة أخرى بالطريقة المعهودة، أن تأخذه بالتلقي عن العلماء.
ولذا امتاز المسلمون عن سائر الأمم. أمة النبي تمتاز بثلاث علوم لا توجد في أي أمة من الأمم، وهذه الثلاث علوم هي التي حفظت لنا الدين وجعلتنا لا نحتاج لنبي بعد نبي، فاكتفينا بنبي واحد. سبب اكتفائنا بنبي واحد ان في ثلاث علوم نشأت عشان تحفظ هذا الدين، فلا نحتاج لنبي آخر. وهذه الثلاثة علوم هي علم الإسناد، علم الأنساب، علم الإعراب. ثلاث علوم لا توجد في أي أمة من الأمم. علم الإسناد، علم الأنساب، علم الإعراب. فالإسناد يوثق الخبر، والأنساب يعدل حامل الخبر. تعرف نسب ومين اللي بيقول الخبر ده، فتمتنع من أن تأخذ العلم من مجهول. فالأنساب حفظت الرجال، والإسناد حفظ توثيق الأخبار، والإعراب حفظ اللسان من الخطأ في فهم الخبر. يبقى لابد ان احنا نعرف ان الشريعة الإسلامية والدين الإسلامي بعقائده وشرائعه وأحكامه لابد ان يؤخذ بإسناد ومن نسب، يعني من علماء. النسب يعني ايه؟ يعني اعرف من العالم الذي اخذ منه، هو مين وابن مين وولد فين ومن علمه ومن اجازه ومن رباه وماذا يقول اهل عصره فيه، هل يقول عليه مبتدع ام يقولون عليه متزن ام يقولون عليه فيه وفيه تعديل حامل الخبر، لابد من عدالته. ثم بعد ذلك لابد من ضبط اللسان عند رواية الخبر، لأن قد لا تضبط اللسان فترفع المنصوب وتخفض المرفوع فيتغير المعنى، فلابد من ضبط اللسان بالإعراب وضبط حامل الفقه والدين بالأنساب العلمية، ثم بعد ذلك مراعاة الإسناد والاتصال حتى تتوثق من أن الخبر وصل إليك من النبي. فإذا أخذت العلم بهذه الطريقة زال 90% من الخلاف الحادث بين المسلمين الآن في الكلام على الشريعة. لكن الوقت للأسف منذ أن صارت طرق التعليم متفاوتة، واحد يتربى في مدارس إرسالية تبشيرية من صغره، واحد تاني يتربى في مدارس مدنية بعيدة عن دراسة الدين، واحد آخر يتربى في بلاد غير مسلمة، وواحد ثالث يتربى أو رابع يتربى في بيئة تعلم الدين على سبيل أنه مذهب واحد وليس مذاهب متعددة كما هو الواقع في بعض البلاد العربية، وآخر يتعلم الدين بالطريقة المنضبطة على العلماء ويتعلم معه اللغة العربية ويتعلم معه ضبط اللسان وضبط الأنساب وضبط الأسانيد. فإذا جلس هذا وهذا وهذا مع تفاوت طرق تعلمهم الكل يبقى مسلم، ولكن يكونوا مختلفين تمام الاختلاف في التعبير عن دينه. وده اللي حصل، كل لبس منظار بطريقة معينة فنظر للإسلام بطريقة معينة، لكن من الذي لبس منظار النبوة الذي من خلاله فهم الصحابة كلام النبي ومراد الله منا، وتوارثنا من الصحابة إلى التابعين إلى تابع التابعين إلى منتهى؟ هؤلاء هم الفائزون الذين حفظوا الدين بالإسناد والأنساب والإعراب. وعلى شكل العلم الأزهري تلاقيه يمتاز بهذا، العلم في الأزهر الشريف تلاقيه يمتاز بهذا. الأسانيد المتصلة تجده كابرا عن كابر، يقول لك الكتاب الفلاني ده بتدرسه ومين اللي قرره؟ قرره فلان، وفلان ده قرره بناء على ايه؟ بناء على خبرة على مر العصور من مشايخ سابقين وجدوا ان هذا الكتاب منضبط في الافكار، يبني العقلية المتزنة التي لا تبحث عن الشواذ والاراء الشاذة، وبالتالي تجده منضبط. ثم بعد ذلك تراعي علوم الآلة،
يعلم اللغة العربية والبيان والإعراب والصرف وغير ذلك والعروض والشعر، كل هذه الأدوات اللي هي تحميك من زلل اللسان اللي هي الإعراب. ثم بعد ذلك يقوم في هذه الجامعة مشايخ علماء معروف من علمهم، من أجازهم، حملوا الأسانيد من من، فيأتي معك الكتاب المتفق على أنه غير مخالف للإجماع، تجلس مع الشيخ المتفق على أنه من أهل الأسانيد والذي أجيز من أهل عصره، وتضبط لسانك فتتلقى العلم، ويكون من أول أساسيات قبل أن تجلس مع الشيخ تكون ختمت القرآن حفظا. وعشان كده المسلمون على مر العصور يودي ابنه وهو عنده 3 سنين 4 سنين الكتاب، 5 سنين في الكتاب يروح يوميا، من سن 4 سنين 5 سنين يروح يوميا الكتاب، يبقى عنده 8 سنين حافظ القرآن. من سن 8 سنين حفظ القرآن يوديه بعد كده على المدرسة يتعلم اللغة العربية ويتعلم طائفة من أحاديث النبي. الأول بتجهزه بتعده أن يوصل لمرحلة يجلس قدام الشيخ، يوم يجلس قدام الشيخ غير خاوي، حافظ القرآن، ضابط لسانه، والشيخ المنضبط قاعد، المعروف أسانيده، المجاز من أهل عصره، يمسك الكتاب مع التلميذ يقرأ معه كلمة كلمة، حرف حرف، جملة جملة، يوقفه على معانيها وآراء العلماء فيها، ولماذا اختاروا هذا اللفظ ولماذا لم يختاروا هذا اللفظ، وتغيير اللفظ يؤدي إلى تغيير المعنى، وكيف يبين له هذه الأمور الدقيقة. فيتربى الإنسان المسلم تربية علمية، يوم ما يكبر ويبقى من أهل النخبة يقعدوا مع بعض يتفهموا بسرعة. ليه؟ لأن تربوا تربية واحدة فيتفهموا بسرعة. إنما الوقت بتبص تلاقي البرنامج 2 ساعة وجايبين ناس، ده معاه دكتوراه وده متربي هنا وده متربي هنا، وما شاء الله ما شاء، إن تراهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وفي الآخر خشوا بمسندة، لا أحد يقنع الآخر ولا الآخر يقتنع بالآخر ولا المشاهد يفهم حاجة، وفي الآخر يتقلب دماغك وتقفل التلفزيون وتنام وتقول يا رب نجينا، وده اللي حاصل. فلا بد من تربية جيل جديد، تربية جديدة بطريقة علم جديدة. الناس اتعلمت من المطبعة، يروح يشتري الكتاب من المطبعة ويقعد في البيت يقعد يقراه وقد يحفظه، وبعدين بعد كده يلبس الجلابية البيضة ويربي دقنه وبقى عالم، وما ينفعش. مش هي دي الطريقة، مش هي دي الطريقة، لأنه هيفهمه بطريقته على قدر يعني فهمه للغة وغير ذلك. فنرجو نكون وضحنا هذه القضية المهمة. محمد علي الكبير لما مسك مصر، مسك مصر وما كانش فيها تعليم آخر غير التعليم الأزهري، وعشان كده تلاقي أهل مصر كانوا ملتفين حول علمائهم، ما فيش مشاكل، ما فيش أسرة يخلو منها عالم أزهري، ما فيش بيت في مصر حتى في كفور مصر ونجوع مصر إلا وتلاقي فيه منهم واحد أزهري بعمة أزهرية متعلم العلم الأزهري، وعلشان كده كانت مصر كلها ملتفة يد واحد، وجهة نظر واحدة، تربية واحدة، لدرجة أن ما اخترقهاش أي فكرة آخر. إحنا الوقت في مصر بنستعجب، الشيعة ابتدى بعض المصريين يتشيعوا، وبعض المصريين يتزندقوا، وبعض المصريين يلحدوا، وبعض المصريين يتركوا الصلاة، وبعض المصريين ينكروا حكمة الشرع. ده بقى شيء عجيب. عارف أي قبل ما محمد علي يمسك مصر ما كانش فيه المصريين المتعددين دول، هم المصريين على قلب رجل واحد، أهل سنة وجماعة، حكمهم حكام شيعة 400 سنة، ما دخلش ولا واحد في المصريين المذهب الشيعي لأنهم منضبطين خلف علمائه. لما مسك محمد علي الكبير الحكم في مصر وكان ليه أطماع، وجد أن علماء الأزهر يمثلوا غصة في حلقه، كل ما يجي ياخد قرار لابد يستأذنهم لأن هم اللي في إيدهم سياسة الناس. فلما وجد المسألة كده وهو رجل نبيه عمل إيه؟ أنشأ مدارس غير الأزهر عشان يعمل وجهة نظر جديدة غير وجهة النظر الأزهرية. فأصبح الناس علية القوم يعملوا إيه؟ ربوا ولادهم في المدارس
اللي هي غير الأزهر، ويرسل إرساليات برة علشان يجلب العلم من برة، عشان يجيب وجهة نظر جديدة يحملها مسلمين يناقش بها المسلمين بعضهم بعضا، فيقوم يتضارب، يقوم الناس العوام يتشتت ولاءهم. فبعد ما كانوا كلهم ملتفين حول علمائهم، بقى البعض ملتف حول داود، للبعض ملتف حول داود، ملتف حول ده، ومن خلال تفرق الناس وتفرق اتجاهاتهم استطاع ان هو يسيطر على حكم مصر، وجعل مصر دي عزبة بتاعت أسرة محمد علي، وأدخل فيها بعد ذلك ويسر أسرة محمد علي إدخال الإيطاليين والفرنساويين والإنجليز في التدخل في شؤون البلاد، وأصبح علماء الأزهر لا يمثلوا وجهة نظر الوحيدة، حتى لو عالم الأزهر يتكلم يوم يرد عليه مش الحاكم، لا يرد عليه ابنه لأنه أصله سافر أوروبا فتعلم، يرد عليه أخوه لأنه اتعلم تعليم آخر، يرد عليه عمه لأنه اتعلم وتربى في بيئة أخرى، فأصبحنا متشابكين بعدما كنا متعانقين متحدين. فلا بد مرة أخرى أن نعود التعليم مرة أخرى بطريقة منضبطة، حتى نفهم الإسلام بطريقة منضبطة، نقوم ساعتها لما نختلف يبقى في وسائل نقدر نناقش فيها وننهي الخلاف. لكن لما كل واحد بيتكلم بلغة شكل ومفيش ضوابط، يبقى خلاص أبشر بطول خلاف وبضعف الأمة في كل جهتها، سواء سياسية كانت أو تعليمية أو صحية أو اقتصادية. فنسأل الله السلامة، ونرجو أن أنا أكون يعني وضحت لكم الأزمة اللي احنا عايشين فيها. وعلشان كده احنا هدفنا إحياء العلم الشرعي مرة أخرى بالطريقة المنضبطة كما علمنا مشايخنا. إحنا ما إحنا تربينا برضو في فترة كان فيها الناصرية وعبد الناصر والشيوعية ومنظمات الشباب والهيصة دي كلها في الستينيات والسبعينيات، اتربينا في هذه البيئة. مشايخنا اللي ربنا أكرمنا بيهم قالوا لنا سيبكم الكلام ده، احفظوا القرآن وتعالوا، قعدوا يقروا لنا كتب السنة ويقروا لنا الفقه، تلقينا هذا منهم، وده اللي احنا بنورثه زي ما ورثناه. لعل الله سبحانه وتعالى يخرج من بيننا من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. احنا الوقت في مرحلة الفرث والدم، متى نجد اللبن؟ نسأل الله أن يوفقنا إلى هذا، والله تعالى أعلى وأعلم.